النهارده زي ما انتم شايفين هكلمكم على Artificial Intelligence. فخلينا كده بما انه حطت عليها بريشر نجو ديب شويه، وسامحوني لو في شويه تكنيكال في النص، بس كان في اصرار ان يبقى في جزء تكنيكال، فانا عارف الدايفرسيتي اتكلمت مع كتير منكم، فخلينا ناخدها واحده واحده كده. لو حد عايز يستوب مي اني تايم فيل فري بعد اول 30 دقيقه. العالم كله بيتكلم على الارتفيشال انتليجنس النهارده، ايكونومست، وول ستريت جورنال، بزنس انسايدر، نيويورك تايمز، كل الناس بتتكلم على ازاي الارتفيشال انتليجنس بيبوم، ازاي سيليكون فالي معظم الشركات اللي شغاله فيها النهارده بقت بيزد على ارتفيشال انتليجنس، ازاي الارتفيشال انتليجنس في الرينيسانس ايرا بتاعته، ازاي وازاي وازاي الشاهد بيقول ان ارتفيشال انتليجنس از اون فاير. مش بس كده، بالارقام كمان الجروث بتاع الماركت اللي بيصرف على الارتفيشال انتليجنس زاد من 2014 من 3.5 اكسبكتد يوصل السنه الجايه 31.3 بليونز. ده حجم الجروث بتاع الماركت اللي الناس بتصرفه عشان تادوبت بايلوت او امبلمنت بروجكت في الاي اي، وصل ل 31.3. حجم الجوبس اللي بتطلب في الارتفيشال انتليجنس زاد 5x times من 2013، ده خمس مرات، بقى اضعاف، يعني مش دبلد ولا تريبلد، 4.5x تحديدا. 14 مره زاد عدد الستارت ابس اللي انترستد في الاي اي في يو اس، بس 14 مره زاد من 2000 ل 2018 عدد الستارت ابس زاد جدا، لدرجه ان مستر كلاوس اللي هو التشيرمان بتاع وورلد ايكونوميك فورم بيقول ان ده the fourth industrial revolution. احنا مش بنتكلم على potential growth عادي ولا dramatic potential growth، احنا بنتكلم على revolution، يعني بيحطها جنب الثري اللي قبلها اللي هم الكهرباء والستيم وعصر الكمبيوتر. النهاردة بنبتدي عصر جديد، يعني مش بس revolution، احنا معانا 30-40 سنة هنتكلم بس على الاي اي او التكنولوجيز اللي بيزد على الاي اي. خلينا بقى نتكلم شوية تحديدا ايه هو الاي اي، وقبل ما نروح لإيه هو خلينا نرجع 70 سنة لورا. والموضوع ما ابتداش امبارح، ابتدى من 70 سنة. اللي فيكم شاف ايميتيشن جيم فيلم موفي، ايميتيشن جيم فيلم بروديوس 2016 كاتيجرايزد 8.0 على اي ام دي بي، يعني اللي ما شافوش يشوفه كموفي تحفة. الموفي بيحكي بايوجرافي عن مستر ألان تورين. ألان تورين أول واحد تقريبا، التاريخ ما بيقولش مين قبليه، اول واحد كان يعمل هايب حوالين ازاي الماشين كان ثينك، هل الماشين تقدر تفكر وتاخد ديسيجن، هل الماشين تقدر تثينك باي اتس واي اوف ثينكينج، يعني مختلفه عن الهيومن ولا لا. مستر تورينج شهرته جت من انه قعد فتره الحرب العالميه الثانيه بديكريبت الكوميونيكيشن سيستم اللي عملوه الالمان، عارفين الفترة السيستم اللي اسمه إنيجما الأشهر اللي الألمان اللي الروس والأمريكان في وقتها قالوا عليه إنه هو unbreakable. هو في سنتين مع التيم بتاعه قدر يعمل ماشين تبريدكت وألجوريثم يفك الإنكريبشن ده اللي هو إنيجما، وكان بسببه كسبوا الإنجليز الحرب، وكان بسببه المؤرخين بيقولوا إنه أثر عمر الحرب سنتين. فبعدها بأربع سنين كان بيببلش أول بيبر ريليتد لي الموضوع اللي فيه how the machine can think، وعمل حاجة اسمها تورينج تيست، تفاصيل كتيرة algorithms. المهم حط بيز ابتدى عليه بعدها بأربع سنين اللي بيسموه the father of AI اللي هو مستر مكارثي، مات 2011، يتكلم على أول مرة يعرض الترم اللي اسمه artificial intelligence. بقى فيه ترم اسمه artificial intelligence من 56 ولحد النهاردة احنا ماشيين ورا الترم ده. أول ما نحط أساسه كان مستر مكارثي. نقدر نقول بعدها في الستينات لحد الالفينات تقريبا مفيش حاجه ريماركبل قوي حصلت في تاريخ الاي اي، ما كانش امبرسيف، ما كانش فيه هايب، ما كانش الناس بتتكلم على الاي اي اصلا، معظم المشاريع كان بيحصل لها ديكلايننج، ما كانش حد بينفست اللهم الا موفز معينه زي الفيرست روبوت اللي حصل سنه 61، وزي زي لما مرسيدس تبنت مستر ديكمان ريسيرشز. مستر ديكمان ده برضو ساينتست بتاع ماث وانترستد جدا في الروبوتس والاوتونوموس كار، اول من فكر في موضوع الاوتونوموس كارز سنه 86 هو جوينتلي مع مرسيدس بنز قدروا يعملوا تيست الاول اوتونوموس كار اللي احنا لسه سامعين عليه اليومين دول. هو سنه 86 كان في اكسبيرمنت حقيقيه
صحيح في وقتها كانت ليميتد جدا، نايف جدا، بيتكلم بسنسرز اكتر، اكتر منها اي اي، اي اي بريميتيف الى حد كبير، بس قدر يحرك العربيه على سرعه 80 كيلو في شارع فاضي. ده اللي عملته مرسيدس بنز في وقتها. بعديها سنه 97 نقدر نقول برضو الحاجات الريماركبل، لما اي بي ام اعلنت ان الديب مايند، او كان اسمه ديب بلو في وقتها، كسب بطل العالم في الشطرنج. ساعتها برضو ازاي الماشين تقدر تثينك وتفهم وتغلب بطل العالم في الشطرنج. من 2000 و ده سنه 97، سنه 2000 تقريبا كان ظهر في MIT، بقى ظهرت اول روبوت بيميليت البيهافير بتاع الهيومنز، اللي يقدر ياكت لايك هيومنز. بس ناخد قصه الاوتونوماس كارز اللي ابتدت سنه 86. سنه 2005 بعديها بسنين طويله ستانفورد كسبت تشالنج عالمي في وقتها ريليتد للاوتونوماس كارز، اللي هو بدات امبلمنت الاوتونوماس كارز بشكل اعمق، بقى في حاجه تاخدها جوجل تتبناها وتعمل منها الدرايفرليس اوتونوماس كار اللي احنا بنشوفها النهارده. النهارده في كيس ستاديز اكلمكم عليها، سنغافور شغاله درايفرليس تاكسي، دبي نفسها اعلنت في جايتكس اللي فات ان في درايفرليس تاكسيز. فالموضوع ليه هيستوري، ابتدى من سنه 50 لحد النهارده. بس من الحاجات الموفز اللي حصلت في الالفينيه من 2010 لحد النهارده اولموست هو ده اللي مسبب الهايب. حصل كتير بقى، يعني البيج موفز ملهاش اول من اخر. يعني جوجل تشتري نست لابس، جوجل تشتري ديب مايند، اللي بعديها بسنه واحده تجنريت الالفا جو. لو نسمع عن الالفا جو، زي ما كان في كده وقفه سنه 90 مع الشطرنج، وزي الشطرنج يبقى في بروجرام بيغلب البني ادم، كان في وقفه تانية في 2015 مع الفا جو، مع ذا موست كومبليكيتد جيم اللي هي اسمها جو. في جيم مشهوره اكتر في الصين، فيري كومبلكس عن التشيس، ما حدش يعني ما كانش حد متخيل ان ممكن الجوريثم بعينه يقدر يحل الالجوريثم ده، او يحل المشكله دي ويلعب ويغلب الهيومن. لا، 2015 الفا جو كسب فيها بطل عالم في جو، زي ما حصل في الشطرنج. ده مش بيزد على سيستم عادي، او سيستم فيه اف ال سيز، او سيستم تراديشنال، ولا على حتى الاي اي اللي بشكله الاساسي اللي احنا عرفناه. لا، ده كان بيزد على انه بيفيد السيستم بمليونز تايمز، انه بيتفرج على الجيمز اللي اتلعبت قبل كده، ويفضل يترين السيستم بيها لغايه ما يبقى ماتيور انف انه يقدر يلعب ويكسب. كسب بيها بطل العالم. ونقدر نقول ان في سنه 2014 حصل موفز في شركات كبيره، او الجاينتس، اي بي ام، فيسبوك، جوجل وغيرهم. اي بي ام اعلنت الفورميشن بتاع واتسون، فور اكزامبل واتسون بان في سنه 2013 انه بيشتغل في الدياجنوسيس بتاع الكانسر، اللونج كانسر. حصل برضو حتى ماركتنج اكتر، ان واتسون نفسه كانسايكلوبيديا يقدر يدخل في كومبيتيشن جيوباردي. جيوباردي عامله اسئله ثقافيه من غير ما يبقى متصل بالانترنت ولا حاجه، واتسون زي ما هو بينافس هيومن ويقدر يكسب بطل العالم في المعلومات الثقافيه. فالبيج موفز اللي حصلت دي من 2000 لغايه، او اكشلي خلينا نفوكس على الهايب اللي هي في اخر 2010 لحد النهارده، هي اللي مسببه الهايب اللي احنا فيه. نشوف بقى كلوزر لوك شويه اكتر على ايه هو برضو الاي اي، ما جاوبناش على السؤال. خلينا نشوفها بالشكل الابسط ده. الارتفيشال انتليجنس مجموعه تكنولوجيز كتيره، اهمها واولها هو الماشين ليرنينج. انا هزوم ان على الماشين ليرنينج كمان السلايد اللي جايه، بس خلينا نقول نلست كده. عندنا ماشين ليرنينج منها انواع سوبرفايزد ان سوبرفايزد، ومنها ديب ليرنينج. ناتشرال لانجويج بروسيسنج، ازاي اقدر اعمل اكستراكشن للتكست من تكست قدامي، ازاي اقدر افهم التكست دوت كهيومن لايك، يعني ازاي اعمل ماشين ترانسليشن. او بعد كده في اكسبرت سيستمز اللي اتبنت من السنين الطويله، اللي زي عندي سيستم قادر يفهم في دومين معين، سيستم اكسبرت في البانكينج، فتتكلم معاه بانكينج يفهمك وينصحك ويديك ادفايس. في تراك تاني ريليتد للماشين فيجن، ازاي اقدر اشوف وافهم الصوره اللي قدامي واميزها واعمل لها كلاسيفيكيشن. كذلك ازاي انتراكت بالهيومن لايك، ازاي اقدر اتكلم معاك فويس، فبالتالي ظهر تكست تو فويس وفويس تو تكست سيرفيسز. واخيرا الروبوتس، واللي هي في النهايه هتلاقي كله مربوط ببعضه. الروبوتس مش هتشتغل من غير الديب ليرنينج ولا الماشين ليرنينج. الناتشرال لانجويج بروسيسنج بتميك يوز اوف الماشين ليرنينج هيفي برضو. بس خلينا ناخد بالنا من اسامي التكنولوجيز دي كده، ونشوف الهايب، السايكل هايب اللي جارتنر بتعمله كل سنه، ونشوف فين التكنولوجيز دي على الهايب.
انا عايز اقول ايه هنا المسج هنا احنا رايحين فين احنا هنشتغل بالتكنولوجي دي كام سنه قدام فهنلاحظ ان الماشين ليرنينج ديب ليرنينج في منها ديب ليرنينج نيورال نتوركس وديب ليرنينج ثانيه نتورك اسيتس وفي اي اي بي اس ودي مهمه جدا وفي روبوتس وفي ماشين ليرنينج وفي 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 الشاهد بيقول ان از بير الاستاتستكس بتاعت جارتنر فاحنا هنشتغل بالتكنولوجيز اللي جايه دي اتليست 10 سنين قدام ف ذيس از ذا واي فورورد ذيس از ذا واي فورورد دي بالارقام من خلال حد زي جارتنر طيب سامحوني بقى على السلايد دي شويه وهتكلم شويه اكتر على الماشين ليرنينج خلينا ناخدها ببساطه كده انه خلينا نقول وات از تاني الماشين ليرنينج بس بشكل شويه اكاديميك ونقول ماشين ليرنينج عباره عن نوعين هم اكشلي اربعه بس خلينا نفوكس على اثنين هو سوبرفايزد ليرنينج ان سوبرفايزد ليرنينج في ري انفورسمنت ليرنينج وفي سيمي ننسى الاثنين التانيين وخلينا نفوكس على الاشهر السوبرفايزد والان سوبرفايزد سوبرفايزد يعني ايه هو يعني ايه اصلا ماشين ليرنينج خلينا نرجع خطوه لورا يعني احنا بنكرييت الهدف بتاعنا ان احنا نكرييت موديل خلينا نسميه فانكشن بتاخد انبوتس اللي هي بتقرا شويه داتا وتقدر تطلع منها انسايتس مش بتطلع بالشكل الطبيعي وتفهم منها وتبريدكت شويه اوتبوت تمام يعني تقرا صوره تاخد شويه صور وتقول ده كات وده دوج وده اليفنت وده تفهم مين اللي موجود في الصوره تفهم انسايتس ما كانتش بتفهمها قبل كده فالنوع ده او المشاكل اللي من النوع ده اسمها كلاسيفيكيشن يعني انا عايز اكلاسيفاي المشكله دي المشكله دي اسمها كلاسيفيكيشن لو انا عندي داتا عشان اعمل الموديل ده مبدئيا لازم يبقى عندي تريننج داتا او داتا اتعلم منها والسيستم ده او الموديل ده يتبني بانه يتعلم من الداتا وبعد كده اروح اتست على داتا تانية ما هياش تريننج فيقدر يفهم لانها ريليتد سام هاو تمام لو انا الداتا بتاعتي التريننج داتا دي ليبلد يعني ماركت يعني انا عارفها يعني انا جايالي الداتا جاهزه بتقول لي ان ده كلاس اسمه دوج وده كلاس اسمه كات وده كلاس اسمه كذا فانا النوع ده من التعليم زي ما بعلم الطفل الصغير وبقول له ده ايه وده دي تفاحه ودي 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 نفس النظام النوع ده من التعليم اسمه سوبرفايزد ليرنينج يعني انا بسوبرفايز عليه بدي له معلومه وبناء عليها هو بيفيد ان وكونتينوسلي بيقدر يتعلم ويدي ديسيجن لو الداتا دي مش ليبلد ده بنسميه ان سوبرفايزد فده الفرق ما بين سوبرفايزد ليرنينج وان سوبرفايزد ليرنينج المشكلتين في الحاله بتاعت الكلاسترنج ده للان سوبرفايزد بنسميها المشكله هنا بيبقى اسمها كلاسترنج ومشكله في الحاله بتاعت السوبرفايزد اسمها كلاسيفيكيشن لغايه دلوقتي الدنيا واضحه وسهله يعني. هنا في شويه الجوريزمز بتحل الموضوع ده وهنا في شويه الجوريزمز ثانيه كلها ماث وكلها ليها بروفد ماثيماتيكلي وكلها محتاجه شهرين عشان نمسك واحده واحده واشرحها لكم بس انا هنا عايز الدنيا تبقى تنجبل شويه واشوف واوريكم الدنيا رايحه لفين وبتتعمل ازاي عشان احنا لو فهمنا الكور سهل قوي نفهم اللي فوق انت في النهايه في اخر السيشن مش مطلوب منك تفهم ده عشان تشتغل تكتب كود او تكتب تعمل الجوريزم او تعمل بروجرام اي اي بيزد مش لازم بس لو انت عارف ده هتبقى احسن كتير وهتقدر تبني حاجه مور كاستمايزد واشطر كتير طيب ففي نوعين بقى من الكلاسيفيكيشن خلينا نفوكس على النوع الاول كلاسيفيكيشن ده في نوعين لينير ونون لينير لينير معناه ان انا بشد خط كده زي ده زي ما انتم شايفين كده هنا عندي تو كلاسز من الداتا اي داتا في النهايه اقدر اترجمها ان انا ريبريزنتد جرافيكلي احطها على بلوت اعمل لها دندروجرام سام واي اور انذر الداتا دي كود ريبريزنتد ماثيماتيكلي تمام فالداتا دي مجموعه داتا ودي مجموعه داتا سي انا بريبريزنت هنا الهايت والويت بتاع البني ادمين فجينا المجموعه اللي قاعده في الميتنج روم هنا خدنا كل الاطوال والويت والهايت بتاع كل واحد فينا وجبنا الداتا دي ورسمناها موست بروبابلي هيطلع الرجاله لهم شكل الداتا نفسها والستات هيبقى لهم شكل تاني فاحنا نقدر بعينينا كهيومنز نكلاسيفاي تو كلاسز من الداتا الرجاله طولهم بيتراوح من كذا ووزنهم كذلك والستات بيعمل تمام فده انا هيومن اقدر اعمله بعينيا انا عايز الماشين تعمله لو الداتا دي سيجنيفيكانت اقدر ارن عليها واحد من اللينير كلاسيفيكيشن الجوريزم زي ما انت شايف كده بخط واحد اقدر اسبلت اعمل سيبريشن ديسكريميشن ما بين التو كلاسز احيانا كتيره بيبقى الاكزامبلز مور كومبلكس فبتحتاج ان انا اعملها نون لينير لا ده هي مش خط ده شكل تاني الموضوع مور كومبلكس فهنا بتحتاج الجوريزمز هنا بتحتاج الجوريزمز تانية خالص
اللي انا عايز اقوله من هنا ايه من الـ يعني الاند ريزلت ماشين ليرنينج ساينس ضخم مهم قوي مع كل الالجوريزمز اللي موجوده النهارده ان انا اعرف انا عايز مشكلتي شكلها ايه احلها ازاي. الالجوريزمز انا مش هكتبها تاني في 100 امبلمنتيشن للالجوريزم اللي اسمه نايف بايس هختار الانسب والاصلح ليا وهحل بيه مشكلتي. بس الاصعب ان انا ابقى عارف اني الجوريزم هيحل اني بروبلم تمام. خلينا نقول الداتا الليبل معناها ان انا اوريدي عارف ان الداتا دي شكلها يعني هنا انا بريبريزنت الداتا على انها بلس وهنا بريبريزنت الداتا على انها سيركلز بالشكل ده معناها ان دي تريننج داتا انا عارف اوريدي انها نوعين مختلفين وانا ميزتهم في التريننج فيز قبل التستنج فيز. خلينا نقول انواع كتيره من اللينير بلاش نفوكس عليهم انا كل واحد ليه ميزات وعيوب بلاش ندخل في التفصيله دي بس على سبيل المثال تبقى عارف ان في حاجه اسمها نايف فايس مشهور فيري بوبولر لينير الجوريثم في فيشرز بيدي عنده بروس وعنده كونز مشاكله كتير في الاوتلاير. بالمناسبه يعني ايه اوتلاير لما تبقى الداتا سبليتد على شارت زي كده وفي شويه داتا ريليتد للكلاس ده بس بعيده شويه مش معاه مش موجوده كونسوليديتد في نفس السيركل ساعتها بنسميه الداتا دي اوتلايرز ودي بتعمل مشاكل مع شويه الجوريثمز. فالمهم نرجع نبص على النون لينير كلاسيفيكيشن هنلاقي فيه الجوريثمز مشهوره جدا اسمها كي ان ان اللي هي كي نيبر نيرست نيبر كي اللي هي النقطه نفسها اللي انا بحددها يعني تعالى ناخد ده اكزامبل كده وانا عندي كلاسز تو كلاسز اوريدي ديفايند خلاص عرفت ان هما تو كلاسز وعندي نقطه في النص كده انا عايز احدد هي او بريدكت هي تبع اني كلاس او عايز عندي تيست داتا عايز اعرف هي تبع اني فانا بشوف اللي حواليها شوف النقط اللي حواليها اللي هي بقى نسميها كي هنا وليكن 3 فاخترت 3 وبعدين بعمل اسسمنت الثلاثة دول تبع اني كلاسز انا عرفت الداتا اوريدي هما دول الثلاثة الاقرب ليا فبشوف لو هما الاثنين من كلاس واحد واحد من كلاس تاني يبقى هي تبع الاكتر ده شكل الالجوريثم بيشتغل ليه تفاصيل اكتر بكتير جدا بس انا بديك الشكل اللي هو ذا موست سمبل فورمات. ومن ضمن الحاجات النون لينير برضو ان انا اريبريزنت الداتا اللي هي مش شرط تكون ارقام ساعتها ممكن اريبريزنتها بشكل فلو شارت بسميها ديسيجن تري ساعتها بقى في روت وبقى في بيرنتس وبقى في ليفز الليفز دي هي ديسيجنز طريقه ريبريزنتيشن الداتا زي لما نروح للانسوبرفايزد والانسوبرفايزد بيبقى اصعب لان الداتا مش ليبلد فازاي اشتغل عليه ففي حاجتين مشهورين قوي اسمها الكي مينز والفازي سي مينز خلينا برضو اديكم فكره كده يعني ايه كي مينز زي لو عندي مجموعه داتا زي ده كلاس مثلا وده كلاس تاني وهما جايين لي مش ماركت مش ليبلد يعني انا ما اعرفش مين الاكس ومين الاو بس خلينا نرسمه كده بقى انا عايز اعرف ارن عليها الكي مينز ازاي فانا الالجوريثم بتاع الكي مينز بيقول ان انا اي ويل تشوز راندوملي مين هتشوز راندوملي مكان انا عايز تو كلاسز فهتشوز راندوملي كلاس هنا وكلاس هنا ده المحور بتاعه يعني نقدر نقول ونبتدي نحسب كل النقط اللي هنا اقرب لمين ونحسب كل النقط اللي هنا اللي هي الاقرب يعني نشوف الاثنين دول مع كل النقط مين اقرب ليها فتروح له مين اقرب ليها فتروح له فبالتالي شويه دول هيقوموا رايحين هنا وشويه دول هيقوموا رايحين هنا وبعدين اخد الافريج بتاع ده واختار له المين بتاعه اللي هو هيطلع بقى اقرب كتير بنكونفرج كل مره بنشتغل يعني فاهمين الليله يعني انا كل مره انا بختار الموضوع راندوم وبعدين ثاني مره بيقرب ثالث مره بيبقى اكيوريت رابع مره بيبقى مشكلته فين مشكلته لو اخترت راندوملي الانيشيشن بتاعها في مكان غلط تماما ساعتها بياخد وقت اطول كتير بيحتاج كومبيتيشن باور اكتر كتير لكن هو في النهايه بيدي ريزلت معقوله وفي ادفانسد كي مينز زي ده اللي هو اسمه فازي سي مينز بيقدر شويه يجنور او ميتيجيت المشاكل اللي بتطلع من ده فدي الطريقه الماثيماتيكال اللي بقدر افكر بيها ازاي احل مشكله زي الكلاسترنج وزي الكلاسيفيكيشن اظن على الاقل الفكره دي واصله الفكره دي تحديدا يعني ايه كلاسيفيكيشن يعني ايه كلاسترنج يعني ايه تتحل بالجوريثم ماث ف ما كانش غريب بقى ان مستر تورين اللي هو العلامه بتاع سنه 50 ده انه كان اصلا بروفيسور ماث اصلا بروفيسور ماث هو عبقري رياضيات فهي الشغل كله رياضه شغله كله ماث تمام وفي طرق تانية بقى خلاص مفيش داعي لذكرها بس في منها اللي هو الدندرجرام مثلا وانا برسمه ده اسمه هيراركل طريقه ريبريزنتيشن ان انا اعمل اسقاط لكل الداتا اللي عندي الوان دايمنشن كلها نازله على الاكس وبالتالي انا عارف كل الداتا بشكل مين الاقرب لمين فبالتالي لو عايز تو كلاسز يبقى التو كلاسز الكبار خمسه كلاسز يبقى اختار خمسه كلاسز فاهم ف انا عارف انها شويه بتبقى رخمه
مش سهل على كل الناس تفهم السلايد، بس هي من وجهة نظرنا must to have. النو هاو بتاعة الماشين ليرنينج هي كده، انا ده البيزكس بتاعة الالجوريثمز اللي في الماشين ليرنينج. في بعد كده طرق تانية للليرنينج زي ما قلنا، في reinforcement يعني انا بجرب واستنى ريورد، لو اخدت ريورد معناها ان انا ماشي في التراك اون تراك، فبقدر اجرب تاني واخد ريزلتس مور ماتيور. وفي سيمي اللي هو سيمي سوبرفايزد. سيمي سوبرفايزد برضو بيدبند على الداتا اللي داخله دي، فعلا الداتا اللي داخله دي لو ليبلد شويه ونون ليبلد شويه، فساعتها بنروح للسيمي. وعشان ما فيش وقت فخلينا نجري اكتر ونتكلم على الديب ليرنينج. وهنا بس على المنشن مش هدخل ديتيلز في ازاي الديب ليرنينج بيشتغل بيزد على نيورال نتوركس والكلام والالجوريزمز اللي بيشتغل عليها، لكن هديكوا ريزلتس بس. احنا لو اتكلمنا في تراك واحد او بيزنس واحد اللي هو الفيجوال ريكوجنيشن، ايمج نت عامله تشامبيون كومبيتيشن ابتدت من 2010 بيدخلوها كل الريسيرشرز امثال ستانفورد ريسيرشرز ام اي تي والكلام ده اللي انترستد في الفيجوال ريكوجنيشن فقط. الكومبيتيشن دي بتبلش الريزلتس بتاعتها كل سنه. قبل 2012 لما كانوا شغالين ماشين ليرنينج الجوريزمز، الايرور او التوب 5 ايرور كان اعلى كتير من الهيومن، يعني الماشين بتغلط بشكل كبير جدا. خلينا اشرح لكم برضو التوب 5 معنى ايه. احنا لما بنكلاسيفاي صوره بنقول له دي من اني كلاس، بيدينا اوبشنز يقول لنا بنسبه 99% ده قطه كات، ده بنسبه 85% حيوان تاني وكذلك. فهي هو عنده 1000 كلاسز، فبنعتبر ان هو نجح امتى؟ لما بيدينا كلاس في الخمسه في التوب 5. التوب 5 معناه انه ده ماركت از ان هو قدر يكلاسيفاي ويعمل كلاسترنج مظبوط. فالليست هنا بتقول لو طلع في اول 5 خلاص ماركت انه سكسس. في 2015 بعد ما ابتدينا نابلاي الديب ليرنينج الجوريزمز، الايرور ليفل بتاع الماشين فوق حدود الهيومن، يعني بقى الهيومن بيغلط اكتر من الماشين. فذيس از ذا تراك، This is the deep learning achievement. وده visual recognition تقدر تحسه قوي في autonomous cars، يعني ازاي هي instantly تشوف الساين وتعرف السبيد ليميت وتادجست السبيد ليميت بتاع العربية على اساسه، او تشوف stop sign فتقف، تمام؟ وده لازم يبقى instantly. فده deep learning algorithms، وده شكل استخدامها في الاندستريز. شوية بقى ننسى خالص technical وتعالى نتكلم من هنا from now on light business شوية، ونقول ستيل احنا في الديفينيشن بتاع الاي اي، احنا ما عدناش السكشن بتاع الديفينيشن بتاع الاي اي. احنا بنديفاين فور بيلرز عشان نكاتيجرايز او عشان نقول ان ده اي اي سيستم ديفرنت عن التراديشنال سيستم. الفور كاتيجوريز دول مش شرط كلهم يبقوا موجودين في نفس الابلكيشن، مش شرط كلهم يبقوا موجودين في نفس السيستم، لكن واحد منهم كفايه انه كاتيجرايز السيستم على انه اي اي. منها ازاي اندرستاند، يقدر يأندرستاند الاستراكشرد والانستراكشرد داتا، داتا مكتوبه بشكل صوره او داتا جايه من سوشيال نتورك او غيرها، انه يليرن او سوري يريزن يعني لما يجي له كونتكست، لما يجي له يفهم الكونتكست اللي فيه التكست ويدي ويت ديسيجن، يبقى فاهم الداتا اللي عنده ويدي لها ويت ويقول ان موست بروبلي. احنا بنتكلم على يعني زي ما كنا بنرجع للكلاسيفيكيشن، موست بروبلي بنسبه 90% ده از ا سبيسيفيك كلاس، كلاس اكس ده كلاس واي. او يريزن الكلام لو انا بتكلم تكست، لو قلت لهم ماي نوز از راننج يبقى فاهم ان انا عندي كولد، مش فاهم ان ماي نوز هتطلع تجري، فيبقى فاهم الريزننج ده اللي هو ده اكزامبل في ازاي انا بفهم الناتشرال لانجوج اكسبيرينس بتاعتي. ازاي ليرن، ازاي يفضل يتعلم، هي ويل نيفر ستوب ليرنينج، يعني الفيدباك اللي جاي له اذا كان انت بياخده تاني از ان انبوت، فبالتالي في ماتيوريتي طول الوقت. الاوتونوماس كارز ما كانتش كده من 2005، النهارده وصلت لليفل انها احسن من الدرايفرز المصريين، سوري هي ديفينتلي احسن من الدرايفرز المصريين، بس لا بتوصل لليفل من الماتيوريتي انها تقدر تديتكت وتشوف الدنيا في ظروف صعبه على الهيومن يشوفها. يعني في يوديستي كانوا عاملين فيديو ازاي بيعملوا تيستنج الاوتونوماس كارز، واولموست اليوتيرن اللي بياخده الدرايفر بلاك، انا ما كنتش شايفه كهيومن، بس هو قدر يديتكت من اللي عنده قبل كده ومن الاكسبيرينس اللي شافها يعني. فبالتالي الماشين بيزد على الديب ليرنينج الجوريزمز ممكن تدي ريزلتس هايله جدا، فهي ويل نيفر ستوب ليرنينج. الانتر اكشن معناه ان انا كسيستم اقدر انتر اكت مع الهيومن بطريقته، اتكلم بطريقته انجلش، اتكلم عربي، اتكلم تشاينيز، اتكلم اسبيك، اي كان اللي هي تكست تو فويس والفويس تو تكست والكلام. ف
واحده من دول كفيله انها تخلي السيستم اي اي كلهم وجودهم كلهم في سيستم واحد ده ديفينتلي اي اي. الكونكلوجن الادفانسز اللي حصلت في الماشين ليرنينج والديب ليرنينج والناتشرال لانجويج اكسبيرينس هي اللي وصلتنا للي احنا فيه النهارده. بس ده وان بيلر، في بيلرز ثانيه معاه. البيلرز الثانيه زي الكلاود، انا ما كنتش اقدر اعمل بروسيسنج ل 1 مليون بوكس اللي معادل 500 جيج في 1 سكند من غير ما يبقى عندي كومبيوتنج باور. ده الكلاود كومبيوتنج، ثانكفول تو كلاود كومبيوتنج ان وصلنا للليفل ده. البيلر الثالث وده الاهم اكشلي، يعني ممكن يكون في رايي اهم من الماشين ليرنينج ما يقدرش يشتغل من غيره، الداتا. الفوليوم بتاع الداتا اللي حصل في اخر سنين في اخر كام سنه مش بوتنشال جروث، ده دراماتيكلي ريفولوشن. تعالوا اديكم شويه ارقام. الداتا اللي زاد الداتا اللي حصلت النهارده الاكسبكتد في 2020 اللي هي كمان سنه عن 2000 زادت 50 ضعف. تعالى نشير مع بعض شويه نمبرز، خلينا الموست كومون، يعني كام فيديو بيحصل له ابلود على يوتيوب؟ 500 hours بير مينيت. احنا بنبعت لبعض 2.5 مليون ميلز بير سكند. الناس بتعمل ام ار ايز، البيشنتس اللي بيروحوا يعملوا ام ار ايز على مخه على كتفه والكلام ده 80 مليون في السنه. الويرابل ديفايسز اللي اتباعت في 2016 وصلت ل 102 بليونز واكسبكتد توصل السنه الجايه 237 مليونز. اي او تي ديفايسز 26 بليونز اكسبكتد يكونوا موجودين السنه الجايه بينا. الارقام هيوج، مش جروث عادي، بوتنشال جروث 90%. ده بقى السربرايز، 90% من الداتا اللي موجوده النهارده في حياتنا اتعملت السنتين اللي فاتوا، بس اتعملت السنتين اللي فاتوا، كرييتد السنتين اللي فاتوا. طبعا ما جبناش سيره السوشيال ميديا وامثالها. اجمالي الداتا اللي بتحصل في اليوم 2.5 كوينتليون بايتس اللي هي الاكزا بايتس اللي هي بليون جيجا بايتس، دي اجمالي الداتا اللي العالم بيجنريتها في اليوم الواحد. فالخلاصه هنا البوتوم لاين از اتس بوتنشال جروث للديتا والادفانسز اللي بتحصل والاكسلريشن اللي بيحصل في التكنولوجي ماشين ليرنينج وديب ليرنينج والناتشرال لانجويج بروسيسنج. الديماند والكاباسيتي والابيليتي بتاعت الانتربرايزز ستيل تشالنجينج. الحل الوحيد انها تكوب معاها ان احنا نقرب الجاب دي، احنا نيوز الاي اي ان احنا نكوب معاها بالتكنولوجي. طيب سكشن تاني، وخلينا نقول بقى شويه بزنس، هو الاي اي ده هيفيت مع اني بزنس؟ هيفيت مع بزنس بعينه؟ في بزنس ما ينفعش يشتغل فيه الاي اي؟ المسج هنا بتقول لا، اي اي في ترند اوريدي بقاله سنتين شغال اسمه اي اي اوف ايفريثينج. هنسمع عن ابلكيشنز بتساعد الانكولوجيست زي ما كنا سمعنا في الاول واتسون بيشتغل مع بتوع الكانسر في اللونج كانسر ودايجنوسيس. في ابلكيشنز عاملاها يوديستي موبايل اب بتقدر توري له شكل السكن واكسبكت اذا كان في سكن كانسر ولا لا. ده الديرماتولوجيست نفسهم بيستخدموه. لدرجه كان في كونتكست اكشلي مش كونتست ولكن كان في كونفيوجن حصل من دكتور ديرماتولوجي ستانفورد ليفل كان كونفيوزد اباوت كيس، يعني مش متاكد اذا كان دي عنده كانسر ولا لا، والابلكيشن بيقول بنسبه حاجه 60% انه ده عنده كانسر. لما الريزلت راحت اللابوراتوري ورجعت كان بتقول ان زي ما قالوا الابلكيشن قال مظبوط ان الراجل ده عنده ديرماتولوجي. ف this is the way, this is how AI will affect every industry, every profession. خلينا نتكلم كيس ستوديز بقى شويه. احنا نقدر نعمل ايه بالاي اي؟ احنا قلنا بنشتغل في كل اندستري في كل بروفيشن، عندنا مليون اكزامبل، بس تعالى ناخد سامبلز. انا هنا مش بلست الفيلدز او اليوز كيسز لكن هدي اكزامبل بيه. فاول حاجه ازاي نريكومند ويز كونفيدنس. انا اوريدي عندي داتا كتير ران اي ديد ران عليها الجوريثم بعينه، اي ديد ران عليها اي اي ابلكيشن بعينه وفهمت منها انسايتس، اقدر ببساطه جدا ريكومند وبريدكت واقول ايه اللي ممكن يحصل قدام. زي بالظبط ما نتفليكس بتعمل، زي ما نتفليكس انت بتتفرج على فيلم واتنين بتلاقي طلع لك ريكومنديشن بيزد على البروفايل بتاعك. زي ما بتدخل على امازون تشتري حاجه اشتريت ايتم واتنين بيعرف الانترست بتاعك فبيبروبوز عليك اكتر. يقدر يفيد فين تاني؟ يقدر يفيد في ريكروتنج وانت بتهاير بيبل. في اوتوميشن سيستمز دلوقتي كرنتلي شغاله بتفلتر الناس بيزد على مش بس الريزميز، بتبص على السوشيال نتوركس وتربطها بلينكد ان والبابليكيشنز وي وتفلتر وبت
هتطلع لك ريزلتس ممكن تبقى احسن من ان انت تجيبه تعمله انترفيوز, وبعد كده ممكن تابلاي فكره الانترفيوز. فهو بيفيد ديفينتلي في الريكروتنج, يفيد في الكاستمر كير, يفيد في التاكس بريبريشن وانا بحضر, وانا يعني في دول اخرى ممكن تبقى شايف ان انت تقدر تدفع كام كتاكسز في السنه. بنقول نتفليكس واحده منهم, زالاندو اللي هي زي امازون في يوروب عندها ريكومنديشن سيستم خطير جدا برضو, كله بيزد على الاي اي. طيب ده سامبل. اكزامبل تاني وهو الاكسلريتد ريسيرش وديسكفري. هنا ممكن نريليت اكتر للهيلث كير. ابحاث كتيره جدا جدا بتحصل بتتنشر كل سنه ريليتد للانكولوجي وريليتد للكانسر ان جنرال. اليوز كيسز في نيو دراجز والتريتمنت والقوانين, الكلام ده كله ممكن انا كماشين ليرنينج يفهم يقرا دوكيومنتس ويفهم الاندستري ويريليت ويعمل ريليشنز وينسبكت وتيجي تريسيرش, تيجي تعمل ريسيرش على توبك بعينه يبقى مور سمارت. مش الريسيرش العادي اللي بيزد على الاندكسنج واللي احنا عايشين عليه بقالنا زمان, لا ده اي اي كوجنيتيف ريسيرش ديسكفري ده اللي بنسميه. ف في احنا اشتغلنا مع شركه اسمها وودسايد انرجي, ده خلينا نشوف انتربرايزز. وودسايد انرجي دي انتربرايز خاصه بالاويل انرجي اند اويل. السيستم قدر يفهم 38000 وورلد وايد دوكيومنتس فيدد ان ذا سيستم, يعني قرا 38000 دوكيومنت وفهمها ودرس بيها الاندستري نفسها, فهم التيرمز بتاعت الانرجي, وبعدين بقت ابليكابل تحط عليها طبعا الهيستوري بتاع الناس والاكسبيرينس بتاعت الناس الخبره, يعني في خبره 30 سنه بيسايد الدوكيومنتس كانت محطوطه في الموديل دوت اللي في الاخر جنريتد اكسبرت سيستم, او نقدر نقول تشات بوت تقدر تتكلم معاه افيلبل لكل الموظفين ايفريوير. فبالتالي اي موظف جديد عايز يعرف معلومه بعينها مش هيروح للموظف تاني يساله, لا هيدخل على السيستم ويسال انسايكلوبيديا بس مور كوجنيتيف. فده طبيعه شغل الانتربرايزز اللي عملناها في الفارماكو فيجيلنس. يعني انت ممكن نتخيل, خلينا نشوف الاستاتستكس بتقول ايه. بتقول الاي جي ارز يعني الادفيرس دراج رياكشنز, يعني انك تاخد دواء مع دواء تاني يعمل لك ادفيرس رياكشن. واحد عنده ضغط وما ينفعش ياخد الدواء الفلاني بتاع السكر, فلما اخد الاثنين مع بعض ده بنسميه اي دي ار, اللي هو الاي دي ارز دي بتسبب موت 100000 بني ادم في السنه, 100000 بني ادم في السنه بسبب الاي دي ارز. لذلك في علم دلوقتي اسمه فارماكو فيجيلانس, في بيسموه في مصر اليقظه الدوائيه, اللي هو ازاي احط اوبليجيشنز على ادويه بعينها المريض الفلاني ما ياخدش الدواء ده مع الدواء ده. النوع ده الاي اي بيشير فيه هيفلي. اوكي, ف وده يعتبر سامبل الكونفيدنس سكور. بس خلينا نقف هنا شويه عند الانريتش انتراكشن ونقفل الديسكشن لغايه دلوقتي وناخد اسئله ليتر. فاتفضل. شكرا.